هو مثل ما قال نجم الفريق المساكني، وقال دائما يعني حتى لو كان تونس متألق وليبيا يعاني، دائما تنتهي المباراة بشكل متقارب بفارق هدف، وأعتقد أنه هذا ماذا سيحدث. ولكن أنا كنت أتكلم عن التحفيز الزائد، هذا هو الممنوع، لأنه والنتيجة. يجب ألا يشعر الفريق بالقلق. وأعتقد أنها 1-0 لتونس طيب شكرا وتأهل جزيلا. إلى المونديال بكل تأكيد. ننتقل الآن إلى المغرب، حيث يواصل المنتخب المغربي تحضيراته استعدادا لمواجهة مضيفه الإيفواري في اللقاء الحاسم ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. بات أسود الأطلس على بعد خطوة واحدة من خطف بطاقة المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لمونديال روسيا 2018 عندما يواجه مضيفه الإيفواري في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة. كنت أتمنىهم اللعابة يكونوا في نهارهم باش يحققوا واحد النتيجة إيجابية وتكون مزيانة اللي غتفرح المغاربة كاملين، وتنطلبوا لهم التوفيق إن شاء الله. ويتصدر أسود الأطلس المجموعة الثالثة ب9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن نظيره الإيفواري، فيما يحتل الجابون ومالي المركزين الثالث والرابع. ويحتاج أسود الأطلس إلى التعادل في مباراة السبت بأبيجان لتحقيق حلم انتظره المغاربة منذ مونديال فرنسا 98. منتخب الوطن المغربي غيمثل القارة الإفريقية ومنها العربية، وكشعور كمواطن يعني فرحة ديال المغرب كامل غتكون فرحة زعما كبيرة بزاف. نهار السبت أنا تنتمنى يربح المغرب، وحنا كنشجعوهم كاملين وبغيناهم كاملين يربحوا باش ينزل كأس العالم. هادشي كنتمنى المغرب نهار السبت تربح وتحقق نتيجة إيجابية، حيت غا تعادل يقدر يأهلنا لكأس روسيا، وحنا أكثر من 19 عام ما بقينا تأهلنا لروسيا وتأهلنا لروسيا. المغرب كامل غيفرح وحتى حنا غنفرحوا. لا يصل أسود الأطلس سوى 90 دقيقة للتأهل للمرة الخامسة إلى المونديال وإسعاد ملايين المغاربة بعد غياب دام نحو عقدين من الزمن. ينضم إلينا من الرباط عبد السلام الغريسي نجم المنتخب المغربي سابقا. سيد عبد السلام مرحبا بك على تلفزيون العربي. بداية، مهمة شاقة للمنتخب المغربي في هذه المباراة، أم أن الفوز أو التعادل في متناوله؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحية للضيف الكريم وتحية للجمهور العربي كله في كل مكان. عليكم السلام. بالنسبة للمنتخب المغربي، الحمد لله حاليا توجه بجميع العناصر دياله الكاملة اللي خاد بها التصفيات، وهناك المدرب الكبير اللي هو رونال راه عارف اشنو كينتظروا يوم غد ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب المغربي غادي يكون جاهز للمقابله يوم السبت، لان مقابله كبيره ومقابله اللي غادي تخلي المغرب باش يكون الطريق لروسيا ان شاء الله. وفي هذه اللحظه غادي يكون المدرب ان شاء الله عنده واحد تجربه كبيره في هذا المجال، وهناك هو عارف المنتخب الايفواري اكثر منا حنايا، وكنظن بان غادي يكون رسم واحد سيستيم واحد تكتيك دو جو باش غادي يمكن له يكون في المقابله واجد وحاضر باش يتاهل. وحنا اللي كنتمناو من عند الله هو يكون النهار يوم السبت ان شاء الله يكون المنتخب كنقولوا حنا في نهاره باش ياخذ البطاقه ديال التاهل، لان احنا المغاربه كلهم كيتسناو المغرب يتاهل، لان غاب على المونديال وعلى التاهيل تقريبا 17 سنه. وهذا الفريق المنتخب المغربي حاليا متكامل، المدرب عمل على الخدمات ديالو القويه منذ كاس افريقيا باش يجهز الفريق لهاد التصفيات الكاس العالم ويتأهل. والحمد لله لما شفنا المنتخب الوطني ديالنا من خلال المقابلات الاخيرين، يعني 3 مقابلات، شفنا المنتخب رجع للقوه ديالو ورجع للروح القتاليه ديالو سأعود إليك سيد عبد السلام ديالو، وهذا كيفرح.
سأعود إليك سيد عبد السلام. دعني أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو سيد خالدون الشيخ. سيد خالدون، لمست تفاؤلا لدى ضيفي من المغرب حول إمكانية عبور المغرب إلى مونديال روسيا 2018، ولكن ما يؤرق دفاع المغرب هو غياب قلب دفاعه مهدي بن عطية للإصابة مع يوفنتوس. باعتقادك هل بإمكان المغرب تجاوز عقبة كوت ديفوار، وهي التي شكلت دائما عقدة بالنسبة للمنتخب المغربي في المباراة السابقة؟ في الواقع المنتخب المغربي يعني نكاد نراه هو حقق أكبر مفاجأة حتى الآن من المجموعات الخمس. لم يكن مرشحا قبل بداية التصفيات، هو الوحيد من بين المنتخبات العشرين التي خاضت التصفيات لم يدخل مرماها أي هدف. صحيح أنه بن عطية سيغيب، ولكن غيابه بوجود كتلة أو وحدة دفاع، هيرفي رينار مدرب ذكي جدا يعرف كيف يصنع فرق تدافع بصلابة، ونحن رأينا المغرب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف. إذا فعلها مرة واحدة قادمة ونجح فيها فأنه سيكون في كأس العالم. لم يتوقع كثير من المغربيين أن تأتي المباراة النهائية الأخيرة في التصفيات ويكون الفريق على القمة وبحاجة إلى نقطة. طبعا صحيح أنه ولكن في المقابل سيد الشيخ علي، كوت ديفوار يعول كثيرا على الدعم المعنوي من نجومه، نتحدث عن ديدي دروغبا، نتحدث عن يايا توري، هل لهذه الأسماء أن تحدث فارق في هذه المباراة؟ يعني دروغبا وتوري لن يلعبا مع طبعا مع كوت ديفوار، دروغبا اعتزل وتوري لن يلعب يايا توري. تقصد المساندة المعنوية؟ المساندة المعنوية نعم، يعني هما يلعبان الدور على أساس أنهم أساطير شاركاء في السابق مع المنتخب وحققوا كأس أفريقيا أفريقيا في 2015 بقيادة هيرفي رينار نفسه اللي هو مدرب المغرب. إذن هم يعرفون تكتيك هيرفي رينار، وهيرفي رينار يعرف غالبية نجوم المنتخب الإيفواري وما يستطيعون أن تقديمه. طبعا سيلعبون في أرض في أبيجان في أرض كوت ديفوار، وهي طبعا عادة ما تكون صعبة على الزائرين، ولكن أنا متفائل جدا مثل الضيف الكريم على أن المنتخب المغربي قادر على الأقل بخروج بنقطة التأهل ورؤية المغرب في كأس العالم بعد غياب 20 عاما. ونحن من ذلك أيضا. أعود إلى ضيفي في الرباط سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، ما هي الأسماء التي يعول عليها المغرب في هذه المباراة؟ والله الأسماء كلها موجودة وكلها جاهزة باش تحقق انتصار المغاربة. هناك رونالد ما كيعتمدش على واحد ولا جوج، كيعتمد على الفريق كل المنتخب كله، وكي كما كيعلم الجميع كيلعب على طريقة البلوك. هاد البلوك يكون دائما كيهجم بعدد كبيرة وكيدافع بعدد كبيرة، وهذا المستوى هذا أول مرة كيحدث في المنتخب المغربي. وكما كيعلم الجميع أنا يعني فايت، أنا صرحت بزاف ديال الإذاعات قلت بأن الفريق عنده قلب الهجوم ممتاز اللي هو اللي سجل 3 أهداف في المقابلة ديال الغابون. وهنا كاين خط دفاعي، كاين بالهندا، كاين بوصوفا، كاين لاعبين اللي في وسط الملعب وكيساهموا في الهجوم. والحمد لله احنا ما خيفانينش ولا حاجه، لان عارفين الفريق متكامل، وغادي يحاول المدرب باش يقوم بالعبقريه ديالو داخل الملعب باش يحقق الفوز او لا يتعادل ويتأهل. ولكن الفريق الكوت ديفوار يقدر الله اعلم يخلق المفاجاه، لانه هو حتى هو تابعه باش يربح، وهو عنده الهدف الوحيد هو يربح المقابله باش يتأهل. وهذه غتكون بالنسبه لي ما عنده حتى ضغوطات، عنده ضغوطات من الجمهور اللي يكون كينتظر الفريق يربح. ولكن الى المغرب وقف الوقفة الرجال غادي يقدر يكون هو الأول سباق للتسجيل، وغادي الوراق غادي كلهم غادي يتمحاو. سيد عبد السلام، في تاريخ المواجهات بين المغرب وكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم كانت ربما هناك نتائج إيجابية للمغرب، 4 تعادلات وانتصار. توقعاتك لهذه المباراة في النتيجة؟
المغرب كما قال الاخ التقني كنحييه قال بان راه المغرب ما خسر حتى مقابله ما دخل عليه حتى هدف يعني كاين خط دفاع قوي وهناك وسط الملعب قوي كاين الهجوم كاين الحملات مضاده كنظن ان شاء الله غتكون القوه ديالنا هو نقلبوا على التعادل ولماذا يجي واحد الهدف باش ينهي التاهل ان شاء الله والقوه دائما كتبقى عند المنتخب المغربي هو اللعب متكامل يعني كاين داك المفاهمه كبيره لان المدرب رونالد كيعتمد على هذه البنايه ديال يكون فريق متكامل من جميع النواحي. أشكرك جزيل الشكر عبد السلام الغريسي نجم المنتخب المغربي سابقا حدثنا من الرباط. أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد خلدون الشيخ بعجالة توقعاتك لنتيجة هذه المباراة. يعني ما زال المغربيون منتشون من انتصار الوداد المغربي بكأس دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري وأعتقد أن الفرحة ستتكرر مجددا وسيكون النجم بن شرقي الذي كان نجما للوداد مجددا نجما للمنتخب المغربي ونحن نذكر أيضا حكيم زياش من أحد المواهب الرائعة الصاعدة في المنتخب المغربي أعتقد سيجني التعادل وقد يكون تعادلا سلبيا ولكنه سيكون كافيا للاحتفال بالمغرب بعد غياب 20 عاما للمشاركة في كأس العالم بإذن الله الاحتفال بفريقين عربيين آخرين.